أهلا بكم من جديد مشاهدي الأعزاء. عنوان هذا الملف: دروس في الصبر والحماية الربانية للإسلام والأقصى. سيكون معي من القدس فضيلة الشيخ يوسف الأزبكي، وهو خبير مخطوطات المسجد الأقصى، وسأتحدث إليه بعد أن نتابع هذا التقرير. الحمد لله رب العالمين. في هذا اليوم المبارك في ذكرى الإسراء والمعراج، أقامت دائرة الأوقاف الإسلامية احتفالا كبيرا في المسجد الأقصى المبارك. حضره مجموعة خيرة من علماء مدينة القدس، وأدوا الكلمات التي تذكر بهذه الذكرى العطرة. وقد حضر إلى المسجد الأقصى المبارك جمع غفير من المسلمين من كافة أنحاء فلسطين. لأول مرة يمتلئ المسجد الأقصى منذ فترة طويلة، لم نرى هذا العدد وهذا الجموع التي حضرت إلى المسجد الأقصى المبارك اليوم. الحمد لله رب العالمين بأنه يسر دائرة الأوقاف هذا العدد الكبير من المسلمين، وبدأ يعود للمسجد الأقصى بهاؤه، ويعود لأهله ويحضروا إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلوات والعبادات وحضور الدروس الدينية وإحياء الذكريات الدينية في المسجد الأقصى المبارك. في ظل هذه الأيام الصعبة التي نحياها، كان لابد لنا حينما تكون الظروف حالكة ويكون الجو يعني لا يتحمل، يأتي فرج الله. هل كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم على علم بتخطيط لهذه يعني هل كان يخطط؟ هل كان يعلم؟ أم فاجأته القضية؟ بل فاجأته، وحشي قلبه إيمانا وحكمة، تحضيرا للقاء بالله عز وجل، مرورا بالمسجد الأقصى المبارك. والمسجد الأقصى المبارك اسم للمكان، والمسجد الأقصى المبارك عقيدة. إذن نحن على موعد مع خير عظيم وفرج كبير وفرح يدخل قلوب المؤمنين الموحدين على ثقة بأمر الله عز وجل، ونحن إن شاء الله على ذلك من الشاهدين إن شاء الله. ذكرى الإسراء والمعراج تمر علينا في هذا العام، والأوضاع عصيبة والأجواء كئيبة، ولا يعلم بحال المسلمين إلا الله سبحانه وتعالى. والحرب في غزة لا زالت مستمرة، في كل يوم نفقد الشهداء والجرحى يعانون والمرضى يعانون. حادثة الإسراء والمعراج تعطينا درسا طيبا في الصبر، عنوانه أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عباده المؤمنين. كلما ازدادت المحنة كانت المنحة من الله أعظم وأكبر. فالصبر والصبر، وعند الله بإذن الله الفرج الطيب. في هذه الأيام العصيبة نستذكر محنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكم عانى وكم قاسى. ثم جاءت ذكرى الإسراء وحادثة الإسراء من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى المبارك، والمعراج إلى السماء العلى حيث فرضت الصلاة، وكانت بداية الفرج من عند الله. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يعجل بالفرج العظيم لعباده المؤمنين في أرض الإسراء والمعراج، هنا في بيت المقدس وفي كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا كنت مصر أني أصل في يوم الإسراء والمعراج على المسجد الأقصى، وأصلي فيه وأصلي في قبة الصخر، والحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا ووصلنا رغم الصعوبات. لا شك أنه عامل بالمسلمين هيوم في كل الأنحاء، تلك الناس موجودين في الساحات في الداخل في الخارج، لأنه إصرار الناس كلهم أنهم يوصلوا اليوم رغم كل الصعوبات والمعيقات. حتى في باب حطة رجعوني، أنا معي تصريح طبي، قالوا لي أنت تعالجت، يلا مع السلامة روح. فلفيت من باب ثاني وفتت. فطبعا صعوبات جنبي، وين ما تروح في صعوبات، لكن هذا قدرنا، وإحنا إن شاء الله نبقى مصرين على الصلاة في الأقصى.
وأرحب بالشيخ فضيلة الشيخ يوسف الأوزبكي الخبير في مخطوطات المسجد الأقصى من القدس. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذ جرير. الله يسلم. تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. نحن نعرف فضيلة الشيخ أن الله سبحانه وتعالى عندما أسرى بالنبي العربي الهاشمي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه كان يعني في شدة وعسرة وألم، هل ترى في ذلك نوع من التماثل في الذكرى والمعنى؟ صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءت حادثة الإسراء والمعراج في سياق تاريخي، فمنذ أن بدأ وجهر بدعوته في مكة ودخول الناس في الإسلام بدأت قريش تحاصر المسلمين وتحاصر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاءت السنة السابعة من بعثته عليه الصلاة والسلام حوصر النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المسلمين في شعب أبي طالب، واستمر هذا الحصار مدة 3 سنوات. ثم جاءت السنة العاشرة من البعثة، هذا العام الذي يسميه علماء السير عام الحزن، وذلك لوفاة أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام والذي كان الحامي له، ولم تكن قريش تجرؤ على إيذائه وأبو طالب حي. ثم بعد شهر من الزمان توفيت خديجة رضي الله عنها، ففقد النبي صلى الله عليه وسلم الحماية الخارجية وفقد الدعم الداخلي، فذهب إلى الطائف، وكلنا يعلم ماذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف. فكل هذه العوامل من حصار وأذى نفسي وأذى بدني، كل ذلك أثر في نفس النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت حادثة الإسراء والمعراج لتغسل قلبه صلى الله عليه وسلم. تمام. هل يعني احنا شفنا تابعنا في التقرير هذا الحضور في المسجد الأقصى المبارك للاحتفال بهذه الذكرى، والبعض الإخوان تحدثوا عن الصعوبات التي واجهتهم حتى يدخلوا، ومن المسجد الأقصى مكان الإسراء والمعراج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى، في هذه الظروف إلى أي درجة مرة أخرى يحضر هذا الحضور الإلهي والنبوي بحيث يشعر الموجودين ويشعر من حولهم أن في نهاية المطاف هناك يعني أمر الله؟ نعم، حادثة الإسراء والمعراج هي في معناها لها عدة معاني، من معانيها التثبيت والصبر. النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماوات العلى ورأى الجنة، سمع في الجنة صوت مشية أقدام، فسأل جبريل عن هذا الصوت، فقال جبريل: هذه ماشطة بنت فرعون وأولادها. هذه المرأة الصالحة كانت لها قصة، ونهاية تلك القصة أن فرعون يعني قتلها وأولادها، فهي في الجنة. ففي ذلك رسالة للنبي عليه الصلاة والسلام أن اصبر يا محمد كما صبر السابقون، وفي ذلك تثبيت لنا أن نصبر، وكما أن تلك الحادثة جلت عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المسجد وهذه الأرض المباركة وهذه الأرض المقدسة الصبر والثبات عليها سيؤدي في النهاية إلى جلاء القلب بإذنه تعالى. نعم، اسمح لي في هذا الظرف الذي نعيشه جميعا وتعيشه غزة ونرى أثره كذلك في القدس قبل قليل
كنا نتحدث إلى الدكتور رامي نصر الله كيف يهجمون الآن في سبيل من خلال مخططات تهويد القدس والاستيلاء عليها. ولكن دائما وعبر التاريخ كله هناك القدس يعني هي ما بنقول بس بؤرة الصراع، كأنها مجمع كل الصدامات على اختلاف أهوائها وأبعادها. وهذا يدعوني أن أسأل حضرتك في بعد آخر في قضية يعني ذكرى الإسراء والمعراج وتشكل العلاقة، علاقة الإسلام بالديانات الأخرى وبالأنبياء السابقين. نعم، كل الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل بعثوا بالتوحيد بلا إله إلا الله، فكل نبي دعا قومه إلى رسالة التوحيد، ومحمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين وبعث أيضا بالتوحيد. في رحلة الإسراء والمعراج الله عز وجل جمع للنبي عليه الصلاة والسلام جميع الأنبياء في المسجد الأقصى، فالتقى بهم جميعا، التقى بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء، وصلى بهم إماما، وفي ذلك إشارة إلى وراثة النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الأنبياء. فالمسلمون عبر تاريخهم الطويل منذ أن جاءوا هذه البلاد وفتحوها وبنوا المسجد الأقصى، والقدس مفتوحة أمام الجميع، كل محب للقدس سواء من ناحية دينية أو غيرها فلم يمنعوا من زيارتها ولم يمنعوا من ممارسة عباداتهم فيها. طيب، مرة أخرى يظل المسجد الأقصى المبارك هو المكان الذي يختبر الجميع، ولكن وسأتي على هذا ربما في سؤال آخر، لكن أحب أن تذكر لنا هل هناك أو أنا أعرف أن هناك مخطوطات في الأقصى تجسد حالة الإسراء والمعراج، هل تذكر لنا بعضها؟ نعم، يعني ما ذكر في المخطوطات المعاصرين. نعم. تتبع كتب فضائل المسجد الأقصى نعم المخطوطة، الكتب التراثية المخطوطة في فضائل المسجد الأقصى وبيت المقدس وبلاد الشام، فأحصى أكثر من 230 كتاب، ومن هذه الكتب كذلك كتب الإسراء والمعراج، الكتب التي تؤرخ لحادثة الإسراء والمعراج. فمن تلك الكتب الجامعة كتاب الآيات البينات في قصة الإسراء والمعراج بسيد أهل الأرض والسماوات، هذا الكتاب هو أضخم أو أكبر كتاب جمع وفصل تلك القصة المباركة الشريفة، وقد طبع هذا وحقق هذا الكتاب على مخطوطات من مخطوطات القدس الشريف، وطبع حديثا يعني أكثر من طبعة. طيب الآن هناك كذلك غيرها من الكتب والمخطوطات في ذلك الموضوع. نعم، تعرف حضرتك الآن على صوت المتدينين والجماعة الهيكل وغيرهم، وفي المقابل يعني هناك دائما الحديث عن سورة الإسراء التي تخبرنا بكثير مما جرى وسيجري لأن فيها وعد. كيف تخبرنا سورة الإسراء من وجهة نظر حضرتك بأن الابتلاء مؤقت وأن النصر للإسلام قادم لا محالة؟ نعم، بعد حادثة الإسراء والمعراج ونزول السورة المباركة على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بتلك السورة، فقد كان يقرأها كل ليلة قبل أن ينام،
لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ينام حتى يقرأ سورة الإسراء وسورة الزمر. سورة الإسراء إذا أردنا أن نسميها فهي سورة الإيمان، سورة تزرع الإيمان وسورة تنمي الإيمان، ومن ذلك الإيمان على الصبر على المحن والمصائب، وأن في آخر الطريق وأن الضوء في آخر النفق. سورة الإسراء هي منهاج حياة للمسلمين، وقد كانت وبعض مضامين تلك السورة كان منهاجا للأمم السابقة. فإذا التزمت كما التزمت الأمم السابقة بمنهاج الله عز وجل نصرت، وإذا ضيعت الأمة منهاج الله عز وجل هزمت. ففي تلك السورة الكريمة لا شك فيها وعد، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، فيها تحذير وإنذار لمن خالف منهج الله عز وجل، ولمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. نرى فضيلة الشيخ في تعليقات الأجانب بشكل خاص يتساءلون كيف هذا الشعب يتحمل كل هذا الابتلاء، كيف يعني يرون صورا يقولون من غير معقول، ويرون أيضا ردود الأفعال الناس عندما تهدم بيوتهم ويقتل أطفالهم ونساؤهم ويسلمون أمرهم لله ويقولون الحمد لله. فالعالم كثير من يعني في دول العالم، واليوم تعرف في زمن السوشيال ميديا الكل يرى، يتساءلون هذا السؤال. هل في اعتقادك أن هناك تماثل من الناس الصابرين هناك لهذه المرحلة التاريخية المتوقعة كما وردت في سورة الإسراء؟ نعم، هناك أكثر من أمر. الأمر الأول في معتقد المسلمين أن الدنيا دار ممر وليست دار مقر، وإنما الآخرة هي دار المستقر. فالدنيا شيء قليل جدا جدا بالنسبة إلى الآخرة، فهذه الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، والآخرة هي دار الجزاء. فإذا امتلأ القلب بهذه المعاني صبر وبذل وتحمل في سبيل الآخرة، هذا الأمر الأول. نعم. الأمر الثاني سيدي الفاضل، سورة الإسراء تبشر بالفتح وتبشر بالنصر القادم إن شاء الله. سئل أحد الصالحين كيف تعلم، كيف توقن أن الفرج قريب؟ قال عندما أكون صائم أعلم أن الشمس ستغيب وسيؤذن المغرب وسأفطر، فأصبر على الجوع والعطش. وكذلك حال المؤمن في كل قضاياه، نعلم علم اليقين بوعد من الله عز وجل أن آخر هذا الأمر النصر والتمكين بإذنه تعالى، فنصبر بإذنه تعالى على مر هذه الأيام، وإنما النصر صبر ساعة. نعم، نسأل الله يعني أيضا النصر، ونسأل الله أن يلطف بأولئك الذين يتحملون هذا كله. ولكم منا كل التحية والتقدير فضيلة الشيخ يوسف الأوزبكي الخبير في مخطوطات المسجد الأقصى، كنت معنا من القدس.